أنا الدكتورة هويدا نفادي، أستاذ أمراض الباطنة والدم. هنبدأ إن شاء الله المحاضرة بتاع History Taking. هنكمل الـ History Taking، هناخد History of Present Endless. الـ History of Present Endless الـ Objective بتاعه إن هو How to Learn the Fundamentals of History Taking Become capable of taking a history from the case. يعني ازاي تاخد history من المريض. History taking is an art. Taking an accurate history is the first step to determine the etiology of the patient's problem and to make accurate provisional diagnosis. يعني الغرض ليه احنا عايزين ناخد هيستوري كويس؟ عشان نوصل لبروفيجنال دايجنوزيس، تشخيص مبدئي لل. في قواعد عامه دي هتعرفها في كل محاضره، ان انت يو شود انتروديوس يور سيلف فيرست، انتروديوس يور سيلف، نيفر فورجيت بيشنت نيم، انشور ذات ذا بيشنت از كومفورتابل، مينتين كونفيدنشياليتي، respect to his patients, listen to the patients, try to see things from patient's point of view, exhibit neutral position, questioning should be clear, simple, avoid medical terms, leading interrupted direct questions. يعني وانت بتسأل المريض تسأله أسئلة سهلة، ما نستخدمش medical terms ولا leading questions، يعني ما توجهلوش السؤال بإجابته، ولا تبعد عن الدايركت. Now what are the components of the history؟ السكيم ده اللي هو الهيستوري ازاي بتاخده من العيان. في طبعا البيرسونال هيستوري، الكومبلين والديوريشن، history of present complaint، remaining questions of affected system. بتسأل الأول على الكومبلين الأساسي بتاعه، بعد كده بتسأل على باقي symptoms of the same system، بعد كده بتعمل review للأذر systems، بعد كده في past medical history، drug history، family history and social history. فالفيرست ايتم اوف بريزنت هيستوري اوف بريزنت انلس از اناليسيس اوف ذا كومبلين، ان انت بتعمل اناليسيس، تحليل للشكوى بتاعه المريض. تاني حاجه بنعمل اسئله على الاذر سيمتومز في نفس السيستم، بعد كده بتعمل حاجه اسمها سيستميك ريفيو، ان انت بتسال سيمتومز ريليتد تو اذر سيستمز انكلودنج جنرال سيمتومز diabetes and hypertension، وفي النهاية الهوسبيتال كورس اللي هو الفترة اللي قضاها المستشفى. فأول حاجة هنبدأ بالأناليسيس. Analysis of the complaint. You should start history of present illness by the condition has been started since، وتقول days أو weeks أو years. The condition started 4 days أو 4 weeks أو 4 years ago، أو the condition started مثلا by abdominal pain of 2 years duration. For each symptom ask about the onset will course with duration will special analysis. Dyspnea and pleural effusion بتاخد days to weeks. Loss of weight in tuberculosis ده بياخد أسابيع أو شهور. Exertional dyspnea in emphysema ياخد الكورس، يبقى ده الأونست اللي هو بداية المرض. الكورس يعني المشوار بتاعه. هل ريجريسيف يعني كل مدى بيتحسن، زي مثلا الانفكشن أندر تريتمنت. بروجريسيف يعني المريض حالته بتسوء، زي السي أو بي دي واللنج كانسر والانترستيشيال لنج ديزيز. استيشنري يعني قاعد زي ما هو، زي البرونكيكتسيس والكرونيك لانج ابسس. انترميتنت يعني بتجيله فترات بيتحسن وفترات بتسوء حالته، زي عيان البرونكيال ازمه. الديوريشن اوف ايتش سيمتوم، الديوريشن اوف ايتش سيمتوم يعني كل سيمتوم لازم تعرف هو بقاله قد ايه.
اوكي، فمثلا الهيستوري اوف بريزنت اندلس سيمتوم، مثلا هنعمل اكزامبل اللي هو الابدومينال بين. لازم تسأل على السايت، المكان بتاعه، التايم اند مود اوف اونست، نيتشر اند كاركتر، ديوريشن، السيفيريتي، الراديشن والريفيرال، البروجريشن، الريليفنج فاكتور والاكسسربيتنج فاكتورز والكوز. الكوف بتسأل على التايب اوف كوف، هل هي دراي ولا برودكتيف؟ برودكتيف يعني فيها برودكشن اوف سبيوتم. بيرزيستنت ولا باروكسيسمال؟ التايمنج نكتورنال، بتجيله بالليل ولا مورنينج ولا كل الايام؟ نكتورنال يبقى هتركز على البرونكيال ازمة والكاردياك، مورنينج يبقى الكرونيك برونكايتس والبرونكيكتسيس. سبيشال كاركتر براسي او ووبنج كاف او باركينج كاف. ديسنيا، الديسنيا اكزيرشنال او باروكسيسمال او اتريست، برضو بتسأل على الأونست، البداية، الكورس، الجريدنج بتاعها، هل هي ديو تو اكزيرشن ولا هو قاعد بس، الديوريشن، والسبيشال فورم اوف ديسنيا زي الأورثوبنيا والباروكسيسمال نوكتورنال ديسنيا. ريمينينج كويتشنز اوف افكتد سيستم، ريفيو اوف سيستم، فبتسأل على الجنرال سيمبتومز أو symptoms related to other system والديابيتس and hypertension. الجنرال symptoms بتشمل إيه؟ الفيفر، الرايجور والتشيلز اللي هي الرعشة أو النفضة، symptoms of توكسيميا إن في تسمم زي الأنوركسيا وزي اللوس أوف ويت وزي النايت فيفر والسويت. ريفيو أوف أذر سيستمز، الجي أي تي سيمبتوم، الجاست، الهيباتوبيلياري، الريسبيراتوري، الكارديوفاسكولار، اليوروجينيتال، النيرفاس اند ماسكولو اسكليتال سيستم. فهناخد اكزامبل، يعني الجي اي تي مثلا في عندك 14 عرض بتسال عليهم: الابيتايت، الشهيه، الدايت، الويت، تيس اند تيست، سوالوينج، ريجرجيتيشن، فلاتولنس، هارت بيرن، فوميتنج، هيماتيمسيس اند ميلينا، ابدومينال بين، ابدومينال ديستنشن، ديفيكيشن، تشينج ان كلر اوف سكين. هيماتوبيلياري سيستم، جونديس، بليدنج ان ذا فورم اوف ابيستاكسيس، بليدنج برجامز، ايكيموزيس، لوس اوف ويت، اتشينج، فيفر اند فاتيج، ابدومينال بين، كوليك، تشينج في الكالر اوف يورين اند ستول، ابدومينال سويلنج، هيماتيمسيس. كاردينال تشيست سيمبتومز انكلودنج كوف، اكسبكتوريشن، هيموبتسيس، تشيست بين، ديسنيا، ويز. كارديوفاسكولار سيستم انكلودنج تشيست بين، ديسنيا، اورثوبنيا، palpitations, cough and sputum, dizziness and headache, ankle swelling, peripheral vascular symptoms. Scrotum and urethra, menstruation, pregnancies, breast and secondary sexual. Nervous system, including mental state, conscious level, speech abnormality in the form of aphasia or dysarthria, symptoms of increased intracranial tension, fits, transient ischemic attacks, loss of sensations, paresthesia, symptoms of motor system affection, symptoms of sphincter. The musculoskeletal system, including pain, swelling, limitation of movements of. Hospital course, you should ask about the date of admission to hospital, investigations done to him or her, the course of the disease, if stationary, progressive, or regressive, treatment given to the patient. And at the end of history of present illness, you should reach to a provisional تشخيص مبدئي للحالة. To take home messages, obtaining an accurate
History is the first step in determining the etiology of a patient problem. It enables the doctor to make accurate provisional diagnosis. And the most important positive characteristics of his or her complaint. The most important negative features of his to formulate a complete picture. صورة كاملة about this patient which will enable you to plan his or her management. Thank you.